محدش عارف. ايه ده؟ يا سيادة التوهان، خليكم مكانكم ما تتحركوش، وانتوا تعالوا معايا اعملوا المخارج والمداخل. يلا اطلع بقولك. مش موجود، دورت عليه في كل الاوض ما لقيتوش. هرب ابن الكلب. هرب ازاي بس؟ ما انت كان لازم ما تخليهوش يخرج، كان لازم تعمل من كل المخارج يا بهاء. الله عليك يا حمزه باشا، ما هو كان معاك ما عجزتوش ليه؟ ضحك علينا هو والهنم بتاعته؟ خلانا نفتكر ان هو راح يقابلها ويجي هو هنا عشان يقابل ابوه، بس وشرف امي ما انا سايبها، انا هرجع لها تاني واخليها تتكلم. بهاء تهبط على غاده. بهاء هبط عليها. عندك مشكله؟ كانت فرصه لما نبقى عارفين سليم فين وامتى تبقى فرصه، ما كانش ينفع ابدا نسيبها تضيع من ايدينا. تحطوا حراسه على اوضه فواز في المستشفى 24 ساعه، ولازم تعرفوا اللي داخل واللي خارج يبقى مين. اما بقى بالنسبه لغاده، يا فندم غاده هي اللي ساعدت سليم، انا من الاول قلت لكم. يا فندم غاده ما ساعدتش سليم، غاده ساعدتنا. انا قلت لهم ان انتي ساعدتيني وقلتي لي ان سليم رايح يزور ابوه في المستشفى كده، انتي قدامهم مش غلطانه في اي حاجه. عملت كده ليه؟ يعني مش عارفه ليه. اللي مطلوب مني دلوقتي ولا حاجه ولا اي حاجه غير لو عايزه تمشي تفضلي، محدش هيمنعك. غادة، أنا حاولت أعتذر لك كتير أوي، حاولت أقابلك علشان أشرح لك إن اللي حصل ده كان غصب عني. أنتِ عارفة طبعًا إن أنا مستحيل كنت أقصد إن والله ما في يوم عدى قدرت أنسى ولا حتى سامح نفسي. أنا آسف، إني عارف ومتأكد إنك مش هتسامحي، بس أنا آسف. هذا لو قررتي تشتغلي مع سليم تبقي كده هتشتغلي ضدنا، ساعتها مش هقدر أعمل لك أي حاجة، فاهمة؟ ينفع امشي دلوقتي؟ طبعا يا سيد. عملت ايه؟ سبتها تمشي يا فندم. ماشي، ما تبقاش تدار عليها تاني يا حمزه. يا فندم انا عملت كده علشان انا ما يهمنيش انت عملت كده ليه، ما دمت في الاخر بتوصل اللي احنا عايزينه. انا ما رضيتش اكلمك قدام بهاء، بس اعمل حسابك من هنا ورايح غاده دي هتكون مسؤوليتك انت، فاهم؟ اه مش ساعتك يا فندم. المهم انا عايزك تروح للي هو صبري بيته وتعمل اللي هقول لك عليه. قلت لك ما تروحش المستشفى.
وبرضه ما سمعتش كلامي ونفذت اللي في دماغك. وانا قلت لك ان هو لوحده وانا مش هينفع اسيبه. الكلام اللي بقوله لك يا سليم لازم يتنفذ. في ايه؟ في ايه يا شيخ جابر؟ انت فاكرني واحد من رجالتك لما هتدي له امر يقول لك سمعا وطاعا يا مولانا ولا ايه؟ انا بشتغل معاك مش بشتغل عندك. ده كان اتفاقنا من الاول. سليم اتفقنا اننا نساعدك تاخد حقك في نفس الوقت تنفذ اللي يطلب منك. دي قصاد دي. لو اتقبض عليك دلوقتي هنعمل ايه؟ ما اتقبضش عليا لان انا كنت مخطط كل حاجه وعارف كويس انا بعمل ايه. وليه يا ابني تخاطر اصلا؟ عشان اللي في المستشفى ده يبقى ابويا. ماشي يا سليم اديك شفته يا ابني واطمنت عليه. ممكن تهدى بقى لغايه ما نخلص اللي ورانا؟ ان شاء الله. مش هناكل لقمه بابا على بعض؟ اغير هدومي واجي اكل معاكم. الله 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 الله. هو انت هنا؟ ده انا كنت لسه هكلمك. اقعد اقعد اقعد. ربنا يخلي حضرتك. اتفضل. انا تحت امرك اي وقت انت عارف. يا اهلا بيك يا اهلا بيك بيتك. طمني الاخبار ايه بقى؟ سليم كلمك ولا لسه؟ لا بس تقابلنا. قابلته ازاي؟ كان رايح لابوه في المستشفى وانا كنت مستنيه هناك لكن للاسف هرب. وانت ما كنتش عامل حسابك ليه؟ ينفع كده؟ كان لازم تعمل حسابك. قول لي بقى انتوا بتعملوا ايه دلوقتي يعني؟ بتفكروا ازاي؟ دي الخطه بتاعتكم ايه؟ الدكتور حسن. دكتور حسن؟ ده الدكتور. مش ده الدكتور بتاع السجن؟ مش ده مات؟ لا ما لحقوه في اخر لحظه يعني وهو من ساعتها في مستشفى السجن. بس احنا مش قايلين لحد. دي اوامر اللواء سيف علشان يعني ما حدش تعرض له تاني. يا سلام. انا بيعجبني تفكير اللواء سيف قوي قوي. طب انتوا استجوبتوه ولا لسه؟ لا يا فندم. مستنيين ان حالته يعني تسمح علشان نستجوبه. ساعتها هنعرف مين اللي ساعد سليم ومين الخاين اللي في الوزاره. طب لما توصلوا لأي حاجة بكلمني ممكن؟ طبعا. غادة هتتأخري تاني النهاردة؟ مش عارفة. يعني هتخرجي من غير ما نكمل كلامنا؟ ماما قولي انت عايزاني اعمل ايه وانا هعمله. عايزاني انسى واروح الشغل زي ما طلبتي مني قبل كده. حاضر هنسى واروح الشغل. عايزاني اسيب الشغل واقعد جنبك هنا واحط ايدي على خدي. هدخل دلوقتي اغير لبسي واكلمهم في الشركه اقول لهم ان انا مش هروح الشغل تاني. مش عاجبك لبسي تعالي نقلي اللي يعجبك وانا هلبسه. قولي لي بس انت عايزه ايه وانا هعمله. بس ارجوك سيبيني في حالي. أنا عايزاك تجاوبيني على سؤال واحد. كنت فين طول الليل امبارح؟ كنت في الشغل وقلت لك قبل كده احنا داخلين على مشروع مهم واحتمال قوي ان انا اتأخر. اقول لك ايه تاني عشان تصدقيني؟ ماشي هعديها لك بمزاجي. بس لازم تعرفي زي ما بتقسي عليا لازم تفهمي ان انا امك واللي بقوله لك دوت عشان خايفه عليكي مش على حد تاني. أنا بس مش عايزاكي تقلقي عليا. صدقيني يا ماما أنا خلاص اللي أنا فيه تعودت عليه. خوفك وقلقك عليا ده بيزود حملي مش بيريحني. يا غادة أنا ماليش غيرك في الدنيا. عشان خاطري يا غادة اوعديني لا تشوفي سليم ولا تتكلمي معاه. اوعديني عشان أطمن. حاضر يا ماما وعدك. ممكن أروح الشغل دلوقتي؟ تأخري. باي باي يا ماما. طيب يا حمزة ماشي اوكي يلا سلام. سلام. ها يا فندم ايه الاخبار؟
حمزه وصل المعلومه لصبري كده. لو جابر وسليم عرفوا ان دكتور السجن لسه عايش هيبقى شكنا في محله، وهيبقى صبري فعلا هو اللي شغال معاهم. ولو ده حقيقي هنعمل ايه؟ هنقبض عليه. مش كفايه اللي حصل لي من وراك؟ ممكن تهدي بس وتسمعيني؟ انا لا عايز اهدى ولا عايز اسمع منك كلمه تانية. وعشان تبقى فاهم، انا المره اللي فاتت ساعدتك عشان باباك ملوش اي ذنب في كل اللي بيحصل، مش عشان خاطرك. انا لما كلمتك ما كانش قصدي اعمل لك مشاكل، كل اللي انا كنت عايزه انك تساعديني في موضوع ابويا. بقولك انا مش عايزه اساعدك تاني، افهم بقى ارجوك. انا مش عايزه اساعدك تاني، مش عايزه ادخل نفسي في مشاكل من وراك. وارجوك ارجوك ياسين ما تكلمنيش تاني. الو غدا، انا هسيبك ورا هناك، محتاجك قوي جنبي النهارده. اوكي مين؟ ايوه انا مدام هدى، ده عنواني. ايه؟ ايش احصل لها ايه؟ الو. اه يا ماما. ايه بتقولي ايه؟ يعني ايه شقتك غرقت؟ طب اسمعيني بس، انت هناك دلوقتي؟ لا لا لا، خليكي خليكي، انا هجيلك على طول. يلا يلا يلا، باي باي باي. انت متاكد يا سليم ان الاسم حسن ده ما ماتش؟ طب خلاص خلاص خلاص، ما تشغلش بالك، انا هتصرف. صالح، ايوه شيخ جابر، شوف لي حد من رجالتنا يقدر يدخل مستشفى السجن. بقالي كتير قوي ما شفتكيش. ازيك يا حماتي؟ مش ضروري تكلميها. لا انا هي مش جايه، انا مش هكلمها. حطي التليفون على الترابيزه، حطي التليفون على الترابيزه. جايه بقى او مش جايه، دي حاجه هنعرفها كمان شويه. ادينا قاعدين مستنيين. يا ابني انت عايز منها ايه بس؟ ما تسيبها في حالها. انت ما كنتش كده، ايه اللي حصل؟ هطلب منك طلب، عارف انه هيبقى صعب عليكي قوي. اقعدي ساكته. ايه اللي عمل فيك كده؟ طلبت منك تسكتي. وانا لازم افهم. يعني انت لحقتي تنسي؟ لا انا ما نسيتش، بس غاده ملهاش ذنب في كل اللي حصل. كفايه اللي هي شافته. عشان خاطر يا سليم، اعمل فيا انا كل اللي انت عايزه، لكن غاده مراتي وهتفضل مراتي طول ما انا عايش. كانت مراتك قبل ما تسيبها وتروح تمشي مع اللي انت مشيت معاها وضيعت منها ابنها. حرام عليك يا اخي، ارحمها. هو انت ايه، مش بني ادم؟
واضح ان انا غلطت لما طلبت منك بالذوق انك تسكتي. مع اني عارف اقدر اسكتك ازاي كويس اوي. امسك يا عم قهوتك عشان تظبط دماغك بدل الهم اللي احنا عايشين فيه ده. كده كتير قوي يا بهاء، يعني اكل الصبح وقهوه دلوقتي. اشرب بس اشرب. ياما ده اللي هو سيف. اي فندم. لا فورا اكون عند ساعتك يا فندم. خير؟ حصل حاجه؟ حضرتك متاكد يا فندم؟ اللي تأمرني بيه سعادتك انا هنفذه فورا يا فندم. في ايه؟ جه تليفون للي هو سيف من سجن العرب ان واحد من تنظيم نور الهدى اللي اتقبض عليه قبل كده اتخانق مع مسجون تاني وطلب نقله مستشفى السجن. كده يبقى الكلام فعلا وصل. وصل. وليه صبري هو اللي وصله. انت بتعمل هنا ايه؟ ماما فين؟ ماما! يا ماما! ايوه يا غادة خلي بالك. ادخلي جوه. ايه ده؟ ادخلي جوه. حاضر. ايه اللي بيحصل ده؟ بكلمك ما ترديش عليك. عشان مش عايزه ارد عليك، والموبايل انت اديتهولي رميته. انت ازاي تسمح لنفسك انك تيجي هنا؟ واللي انت عامله مع ماما ده؟ عشان امك بتحاول طول الوقت انها تبعدك عني، وعشان لو واقفه معانا دلوقتي مش هعرف اتكلم معاكي في اللي انا جاي اتكلم معاكي فيه. انا مش عايزه اتكلم معاك اصلا. ابعد عني ارجوك يا سليم، كفايه قوي اللي حصل لي من وراك. ابويا تعبان يا غدا، وانا جاي لك النهارده عشانه مش عشاني. انا رحت زرته في المستشفى والدواء خلاص ما بقاش بيجيب نتيجه تقريبا، ويدوروا على دواء جديد. بس انا مش هقدر اعمل اي حاجه. انت شفت ازاي المره اللي فاتت انا اتخذت في سين وجيم بسببك؟ معلش، بس انا كل اللي بطلبه منك انك توصلي الفلوس دي للمستشفى باسمه عشان خاطري. مش هينفع. ما ينفعش ان انا اعمل كده. مفيش حد غيرك يقدر يعمل كده. بصيلي، انت عارفه انا بحبك قد ايه، وهفضل احبك مهما حصل. ما تقربش من ماما تاني مهما حصل، فاهم؟ فاهم، بس انا ما قدرتش اشوفك في بيتنا فاضطريت اعمل اللي عملته. مفيش حاجه اسمها اضطريت. ايا كان السبب ما تقربش من ماما تاني. حاضر. الو، يعني ايه؟ طيب انا هتصرف. غدا، ابويا ملوش في الدنيا غيري وانا ماليش في الدنيا غيرك. لازم امشي. مشي يا غدا؟ في مشكلة.
فيه؟ في مشكلة، مشكلة بخصوص مشروع المتحف ولازم تساعدني. مشكلة إيه؟ قدمت على المناقصة زي ما اتفقنا، لكن صبح الغنيمي أخدها مننا. يعني إيه أخدها مننا؟ المناقصة دي كان المفروض إنها ترسى علينا. عارف وحاولت، لكن زي ما أنت عارف في الأول وفي الآخر دي مناقصة، يعني ما كانتش مضمونة. أنا عملت كل اللي قدرت عليه، لكن صبحي الغنيمي لعب من تحت الترابيزة وعرف يظبط اللي رسيها عليه. وانت ما عرفتش تظبط ليه؟ ما لعبتش ليه انت كمان من تحت الترابيزة يا أخي؟ من غير المناقصة دي يبقى احنا كل اللي بنعمله ده ملوش معنى، ملوش لازمة. ما هو ده اللي خلاني أكلمك. تعال نفكر سوا ونشوف هنعمل ايه، ايه الحلول التانية اللي قدامنا؟ بلاش حل. لا هتقول لي عليه حامل. عايزك من بكره ترجع الشركه تشتغل عادي جدا كان المناقصه رست عليك. اشتغل. طب وصبحي؟ مالكش دعوه بيه، انا اللي هتصرف معاك. بقول لك هي غدا عامله ايه؟ اشتغل معايا زي ما طلبت. بتهيألي انها مبسوطه في شغلها. ومين الجدع اللي انا شفته نازل معاها امبارح من الشركه ده؟ قصدك خالد؟ ده بروجكت مانجر عندنا في الشركة وبيشتغل مع غادة من أول مشروع. لكن بتسأل ليه؟ ما تشغلش بالك، المهم نفذ اللي قلت لك عليه. سلام. مش هنقبض عليه وصبر ليه سيادتك؟ لأن القبض عليه مش هيوصلنا لحاجة، بالعكس أنا عايزه يفضل مع جابر وسليم. يعني قصدي سيادتك إن هو هيشتغل لحسابنا. قدام جابر وسليم هيفضل بيشتغل معاهم، بس الحقيقة بقى إن هو هيشتغل لحسابنا إحنا، وهينقل لنا هما بيخططوا ليه. بس بقى لازم نعرف في الأول هو ليه تعاون معاهم. واحد زي اللي هو صبري صعب قوي يبيع نفسه بسهولة. أكيد ضغطوا عليه، بس بإيه وإزاي؟ ده بقى اللي لازم نعرفه يا فندم. وإلا مش هيرضى يتعاون معانا ولا هنثق في أي حاجة هو بيقولها. طب ودي هنعرفها إزاي؟ بسيطة، هنبعت نجيب اللي هو صبري هنا ونواجهه بالحقيقة، يمكن يعترف. ولو ما اعترفش؟ سيبولي بس اللي هو صبري، أنا عارف خليه يتكلم. وده اللي أنا عايزه منك يا حمزة، تجيبه بهدوء ومن غير ما حد يحس بيه. ما تنساش إنه كان لواء في الأمن الوطني، واللي هنتفق عليه إحنا التلاتة هنا هيفضل ما بيننا إحنا التلاتة. كلامي واضح؟ واضح سعادتك. حمزة إحنا دلوقتي لوحدينا، هتعرف تتصرف بجد مع اللواء صبري وتجيبه ولا تسيبه لي؟ لا لا لا، انا اللي هروح له، عايز اتكلم معاه واعرف هو عامل كده ليه. مفيش حد غيري هيخليه يجيب كل اللي جواه. ماشي، بعد ما يتكلم وبعد ما يجيب كل اللي جواه يبقى هو بقى مسؤول عن كل اللي هيحصل له. انا مش ههدى ولا يهدى لي بال غير لما تروح للبوليس وتبلغي عنه. ابلغ عنه؟ ايوه، قولي له ان سليم كان هنا وانه كان عايز يموتني. انت ما شفتيش عمل معايا ايه؟ طب يا غدا المره دي سابني، انا مش عارف المره الجايه هيعمل فيا ايه. يا ماما والله العظيم بقول لك مفيش مره جايه، سليم خلاص وعدني بعد كده عمره لا هيقرب لا مني ولا منك. وعدك ضحك عليك بكلمتين وانت صدقتيه. غدا يا حبيبتي انت لسه مراته، عارفه يعني ايه لسه مراته؟ يعني عمرك ما تعملي حاجه الا بموافقته. طب اعمل ايه يا ماما؟ اروح المحكمه واخليه يطلقني غيابي؟ عارفه لو عرف ممكن يعمل ايه؟ مش هيسكت ولا هيسيبك في حالك ولا هيسيبني في حالي. لازم يتقبض عليه والمره دي بقى يعدموه بجد. ماما انا قلت لك قبل كده ما حدش هيعرف يتصرف مع سليم غيري عشان خاطري، بلاش القلق والخوف ده. يا غدا يا حبيبتي ده مش سليم بتاع زمان. سليم ده اتجن، انت ما شفتيش بيتصرف ازاي ولا بيعمل ايه؟ يا حبيبتي ده مش هيرحمك لو حس ان انت هتضيعي منه. طيب يا ماما. غدا يا حبيبتي عشان خاطري، عشان خاطري بلغي عنه عشان تقدري تعيشي حياتك الطبيعيه. ممكن يا ماما دلوقتي نقوم نروح البيت عشان اغير هدومي واروح الشغل؟ بقولك ايه، لو مش هتعرفي تتصرفي سيبيني انا اتصرف. لا يا ماما انت ما تتصرفيش، انا هتصرف، انت ما تعمليش اي حاجه، انا هقعد النهارده افكر بهدوء واشوف اعمل ايه وابلغك. كويس كده؟ ماشي، بس تردي عليا النهارده. حاضر يا ماما النهارده هرد عليك. النهارده يا غاده. حاضر يا ماما، بقولك حاضر النهارده. يلا. صبح الغنامي تعرفه؟ هو حوت من حيتان السوق اللي طلع على ايد المحروس. وايه كمان؟ يعني ايه التفاصيل اللي تعرفها عنه؟ مش كفايه،
خلاص يبقى نخلص منه بدل ما نضيع وقتنا معاها. نقتله. صبح ما ينفعش يموت. هو متى يشد العيون كلها علينا؟ ودي اخر حاجة عايزينها تحصل دلوقتي. والله ممكن نخليها بقى الحادثة. قضاء وقدر يعني. حتى لو مات شركته هتكمل المشروع. الورثة هيبقوا ملتزمين بالعقود اللي عملوها مع الحكومة. بقول لك ايه؟ ممكن تسكت وتسيبنا نفكر شوية؟ صبحي لازم يسيب المشروع بمزاجه. دور ورا ياسين اكيد هيطلع ورا حاجة. وما طلعش هيطلع. وانت عارف البلد دي ما فيهاش حد نضيف. ايوه يا غاده عملتي ايه؟ عارفه انك في الشغل وبرضه عملتي ايه؟ يعني ايه هتتصرفي؟ يا غاده انت لازم تبلغي عن سليم. يا بنتي هو انت مفيش مره واحده تريحيني وتسمعي الكلام وتقولي حاضر؟ طيب خلاص 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 لما ترجعي هنتكلم. ماشي مع السلامه. خلاص انا هتصرف. ايوه يا حمزه برضو ليه ما روحتش للواء صبري؟ اصل ساعه لما كنت بقبض على الدكتور حسن سليم كان عنده فرصه يقتله وما قتلوش. سابه بمزاجه. سابه عشان كان عايزني اقبض عليه. ليه سليم عمل كده؟ سابه ولا ما سابوش يا حمزه مش ده المهم. اللي يخصنا انك روحت لحقت الدكتور حسن الحمد لله وعرفت منه ان اللواء صبري هو اللي ورا الموضوع بس. مش يمكن ده بالظبط اللي سليم عاوزني اعرفه. حمزه بقول لك ايه؟ فكك من هرتك دوت وهات من الاخر. انا قلت لك قبل كده ان لو موضوع انك تقبض على اللواء صبري ده صعب عليك انا ممكن اروح اعمل ده، صح ولا مش صح؟ مش هنقعد بقى نضيع في وقت واحتمالات وليه يا ابني ومش يا ابني افهم شغلها مره. ازاي ما فكرناش في الحكايه دي قبل كده؟ ازاي؟ سيادتك في واحده اسمها هدى طالبه تقابل سيادتك. هدى اهلا اهلا وسهلا. الحقني يا حمزه الحقني. ايه بس في ايه اللي حصل؟ غاده حصل لها حاجه؟ سليم مش هيسيب غاده في حالها. سليم لا كده انا عايزك تهدي بس كده وتحكي لي كل حاجه بالتفصيل. انا امبارح جاني تليفون قالوا لي ان شقتي غرقت ميه. اتخضيت طلعت اجري على الشقه لا لقيتها غرقانه ميه ولا فيها حاجه خالص ولقيت سليم مستنيني جوه الشقه وخلاني اكلم غاده واخليها تيجي من غير ما تعرف ان هو موجود وحبسني في الاوضه ده كان عايز يموتني امبارح وخنقني وكتم نفسي. نعم ممكن تسمحي لي بعد اذنك هتكلم مع غاده. عايز منها ايه تاني؟ مش بكافيك اللي حصل لابنها؟ أرجوكي عايز اشرح لها بس. بقول لك ايه؟ هي اللي عايزه لا تشوفك ولا تسمع منك كلمه، سيبها في حالها بقى يا اخي. انا خايفه على نفسي وخايفه على غاده. سليم اتجنن وممكن يعمل فينا اي حاجه واحنا لوحدينا وملناش حد. انا عايزك ما تخافيش خالص، انا مش هخلي سليم لا يقرب لك ولا يقرب لها. بجد يا حمزه هتاخد بالك منها؟ واحد مش هخلي اي حاجه تحصل لكم. الحمد لله ريحت قلبي.
انا كنت عايزه اجيلك واكلمك من بدري لولا غاده، ما انت عارف ماشي بدماغها. هي معذوره برضو، اللي حصل لها مش قليل. انا عايز حضرتك بس ترجعي كده وتخليكي معاها، ولو سليم حاول يقرب لك او يقرب لها كلميني فورا وانا هتصرف. حاضر، بس امانه عليك تاخد بالك من غاده، ما تخليش اللي حصل بينكم زمان يغيرك من ناحيتها. غاده دلوقتي ملهاش بعد ربنا غيرك. حاضر حاضر، انا عايزك ما تقلقيش على غاده خالص. عن اذنك. حمزة، ايه كانت عايزة ايه؟ لا ابدا، يعني كانت بتوصيني عليها.